البيع بالتوقيع أو بالإهداء أسلوب ميز فعاليات مهرجان الشريط المرسوم في طبعته 15. فنانون وكتاب جزائريون وقعوا حضورهم بإصدارات مميزة تنوعت بين قصص مصورة وأشرطة مرسومة، منها تلك الموجهة للأطفال وأخرى للكبار. على كل حال أن هذه يعني الرابع عشر مرة اللي راني شارك في المهرجان الشريط المرسوم عمر الصغير، اللي هو يروي يعني فقرة من فقرات تاريخ معركة الجزائر منذ 3 أيام. يعني راها إقبال كبير على يعني اقتناء هذا الشريط المرسوم. أقدم كتابي الأخير الموجه للأطفال، وهو لي لارم دو ديزير، دموع الصحراء. يتحدث عن الدفاع عن الطبيعة، توعية الشباب بضرورة حماية الطبيعة. وأنا سعيد جدا أن أجد وألاحظ بأن العائلات الجزائرية بدأت تهتم بتوعية الأطفال عن طريق الكتاب، سواء الكتاب المرسوم أو القصص. الجيل الجديد هو الآخر له دور حاسم في إحياء الفن التاسع في الجزائر، حيث سجل حضورا قويا خلال جلسات البيع بالتوقيع لشباب أبدعوا في تقديم أشرطة مرسومة. Je suis ici à la FIBDA 15e édition pour annoncer ma nouvelle bande dessinée Le Mensonge. قبل كبير يعني مقرب يخلصوا لي كوبي. الحكاية راهي تعجب الناس و ça me fait beaucoup plaisir parce que حطيت بزاف effort بزاف لو طون j'ai pris tout mon temps باش الحكاية تكون مليحة باش تكون ممتعة. مام من ناحية الفنية خدمت على لي كولور، خدمت على لي ديسان، خدمت على لا كوفرتور باش تكون اتيرونت. البيع بالتوقيع أو بالإهداء خلال فعاليات الطبعة 15 لمهرجان فيبدا شكلت فرصة للقاء الأدباء والكتاب من الجيلين وكذا عشاق الشريط المرسوم.